أفضل الأعمال سرور تدخله على مسلم، فكيف إذا كان هذا المسلم محتاجا؟ فالله سبحانه وتعالى يقبل هذا العمل ويرفع درجات هذا المحسن. لذلك في جمعية إحياء التراث الإسلامي فرع الجهراء أقمنا مشروع كسوة العيد لإخواننا المحتاجين. هذه الأسر 500 أسرة، قيمة السهم الواحد 20 دينارا، فساهموا معنا في ذلك لتفريج كربتهم ولإدخال السرور عليهم.